ننتقل الآن إلى نظام إحداثيات الأمريكي ستيت بلين، والذي قلنا عنه سابقا أنه جديد جديد هو علينا، يعني لأننا لا نستخدم هذه النظم من الإحداثيات. نظام إحداثيات ستيت بلين الأمريكي هو نظام إحداثيات يقسم الولايات المتحدة الأمريكية مع الجزر إلى 120 مقطعا مرقما يشار إليها بمناطق زونز، أي لكل منطقة رقم معين ضمن نظام الإحداثيات ستيت بلين، وهو طبعا ليس تحويل بروجكشن. لتطبيق نظام الإحداثيات ستيت بلين سنقوم بإضافة الطبقتين التاليتين من المجلد الليجني كاونتي، وسنضيف من هذا المجلد طبقتي تراتس ومونيك. نضيف الطبقتين معا. ما هذه الرسالة؟ The following data sources you added are missing special reference information. ما معنى هذه الرسالة؟ معنى هذه الرسالة أن الطبقة مونيك، هذه الطبقة لا يوجد لها إرجاع مكاني، لا يوجد لها نظم إحداثيات معرفة. تحديدا في ArcMap لا يوجد فارق بين Special Reference و Coordinate System. قد تلاحظ أن هنالك فارق في برمجيات أخرى، لكن في ArcMap نستخدم هذين المصطلحين بشكل interchangeably، يعني متبادل. قد نستخدم Special Reference أو قد نستخدم Coordinate System. أوكي، بالتالي ماذا حدث عند إضافة طبقة لها إرجاع مكاني نظام إحداثيات وطبقة ليس لها إرجاع مكاني؟ لنتأكد من الأمر، أولا إن قمنا بإخفاء الطبقة مونيك لن يظهر لدينا أي طبقات أخرى، علما بأن طبقة تراكت يجب أن تظهر. بكليك يمين على طبقة مونيك من Properties لها نلاحظ أن لا يوجد لها أي نظام إحداثيات Coordinate System Undefined، Special Reference لا يوجد، Coordinate System لا يوجد. أوكي، كليك على Tracts Layer Properties، نلاحظ أن طبقة Tracts، طبقة التقسيمات السكنية Tracts لها نظام إحداثيات معرف من النوع Geographic Coordinate System. أوكي، طبعا نظام إحداثياتها هو North America، نظام إحداثيات State Plane، نظام إحداثيات أمريكي. أوكي، ما العمل في هذه الحالة؟ إن قمنا بإضافة أو حذف طبقة مونيك واستخدام زر الفول إكستنت تعود وتظهر طبقة Tracts. نعيد ونضيف طبقة الحذف، تعود وتظهر الرسالة. أوكي، نحاول مجددا في Full Extent، تظهر الطبقة لكن تختفي طبقة Tracts. لا يوجد حل إلا بجعل طبقة مونيك لها نفس نظام الإحداثيات لطبقة تراكتس. فكيف نفعل ذلك؟ من كليك يمين على Layers Properties أو من View Data Frame Properties، ثم Projected Coordinate System، ثم نظام إحداثيات أمريكي وهو State Plane. سنختار NAD 1983 US feet. المقاطعة التي تظهر هي مقاطعة بنسلفانيا الجنوبي، بالتالي هي
Pennsylvania South. هذه هي المقاطعة وهذا هو نظام إحداثيات State Plane الخاص بها. Okay. This coordinate system has a geographic coordinate system that differs from one or more data sources in the map. Okay. حتى ولو كان هنالك مخالفة. Okay. Yes. بهذا الشكل تظهر الطبقة بإخفائها، تظهر طبقة tracks. إذن أصبح للطبقتين نفس نظام الإحداثيات، الإسقاطي وليس الجغرافي، وذلك لأنه كما سبق وذكرنا لتراكت نظام إحداثيات جغرافي خاص بها. للطبقة الأولى مونيك لا يوجد لها أي نوع من أنواع نظم الإحداثيات، لا إسقاطي ولا جغرافي، بالتالي نحن وحدنا نظام الإحداثيات الإسقاطي ضمن الداتا فيو وليس للطبقة مونيك. من أجل أن تحتفظ هذه الطبقة بنظام إحداثيات خاص بها، هذا الأمر يتم فقط من خلال Arc Catalog، وهو أمر متقدم أنتم كطلاب في هذا الفصل غير مطالبين بهذه الطريقة لحفظ نظام إسقاط خاص بالطبقة. إذن هذا أمر فقط للإطلاع، نحصل عليه من الارك تول بوكس، نحصل على هذا الخيار من داتا مانجمنت تولز، ثم بروجكشنز اند ترانسفورميشنز، ومن ديفاين بروجكشن. من هنا نقوم باختيار الطبقة التي نريد حفظ نظام إسقاط خاص بها، ومن هنا نقوم بتحديد نوع نظام الإسقاط الذي نريده. بهذا الشكل يحفظ مع خصائص الطبقة نظام الإحداثيات، إنما من Data Frame Properties نحن نقوم فقط بتغيير نظام إحداثيات في Data View، وهو تغيير مؤقت وليس دائم. بهذا الشكل تكون انتهت المحاضرة رقم 5. النشاط مطلوب ويرجع عدم التأخير في إعداد النشاط وإرساله، وعند مصادفة أي سؤال يرجع أيضا السؤال دون تردد مهما كان السؤال بسيطا. بالتوفيق للجميع.